السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار ونبدأها بالعناوين. افتتاح مؤتمر معرض عمان للطفولة، مشاركة واسعة من مختلف الجهات في معرض الطفولة الأول، عدد كبير من الزوار إلى مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أهلا بكم إلى التفاصيل. تقام اليوم في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض فعاليات مؤتمر ومعرض عمان للطفولة الأول تحت إشراف جمعية الأطفال أولاً، وتشارك وزارة الإعلام في هذا المعرض بتقديم عدد من الفعاليات والورش الإعلامية للأطفال، منها ورشة الكتابة والتصوير ومهارات الإلقاء والتقديم للأطفال، وكذلك ورشة المترجم الصغير والخط العربي. كما تشارك وزارة الإعلام تركن المخصص لها باستوديو للمذيع الصغير، قدم تجربة مثرية وممتعة للأداء التلفزيوني، سائلين الله عز وجل الاستفادة للجميع. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت هذه تجربة أداء في استوديو المذيع الصغير، نحن بانتظاركم.